والصحافة بيدا مازال عندها دور كبير برشا، وإن شاء الله ثقتنا فيكم. بعد منح الثقة لحكومة المشيشي من غدوة، محمد عبو يقدم ندوة صحفية يقول ها شنو عملت في الوزارة لمدة 6 أشهر ويستقيل من الحياة السياسية. سفيان، تقييمك للاستقالة هذه كيفاش تقبلت؟ أنا بالنسبة لي هو حر في الاستقالة بطبيعة الحال، واستقالته واضحة استقالة من المسؤوليات، لكن ليس استقالة من الحزب. يعني لو أنه بصراحة لو أنه أعلن خروجه من الحياة السياسية كانت ممكن مفهومة أكثر. عملت اللي عليا، نلقى الوضعية خايبة برشا، ما نجمتش ولا ما عنديش أمل في أنه باش تتحسن، دونك نخرج من الحياة السياسية. أما أني نبقى في حزب، أي أني نبقى في الشأن السياسي، أما نخرج من المسؤوليات ما زال في المجلس الوطني. هو قال لا يمكن أن أغادر بالطريقة هذه، أن أعلن في الوزارة أني باش نخرج من المجلس الوطني متاع الحزب، يمكن فما إجراءات يحب يتبعها، ولكن في الاستحقاقات الانتخابية والسياسية قال ما عادش نشارك. هو قال أني أنا باش نخرج من كل المسؤوليات حتى بداخل الحزب، لكن باش نبقي على انخراطي في الحزب في التيار الديمقراطي، لأنه عائلة وكذا. البقاء في حزب يعني مواصلة الاهتمام بالشأن العام، يعني أنه القرار متاعه هذا نخاف أنه يكون قرار متاع تسرع، متاع وقت صدمة، متاع عدم رضا، ردة فعل، مش قرار رزين، ومعناها يلزمنا نستناو باش نشوفوا فعلا كيفاش تطور أمور.